اسمك مريم؟ اهلا وسهلا فيك. تفضلي. اشتقت لك. ماما اشتقت لك انا. سكوت. اوكي. دائما بدق لك بسال عنك بتذكري خط بوجهي. سكوت. ايه بدك تقعدي هون. خلاص. يلا نحن جاهزين. مريم بدك تتركي هيدا الساك معك او بدك تعطيه للشباب؟ تتركيه؟ اوكي. طب جراي كنت ما تكتر حكي طب مقدمة وبس وانت اللي ولا المقدمة يلا عبر الـ LBCI صوت بيروت انترناشونال وصوت الغد أستراليا حلقة جديدة من المواجهة مع مريم نور حلقة كلكم ناطرينا. مساء الخير مريم نور. مساء النور. النور وين النور؟ في نور بعد بلبنان؟ النور والعتمة واحد. انت اشتقنا لك كثير. ما تقولي عم تكذب. ماني عم كذب. ثلاث سنين صار لك غايبة عن التلفزيونات اللبنانية. ليه؟ لأنك أنت أعمى. أنا أعمى. أنا على كل التلفزيونات. وين؟ فوت على اليوتيوب. على يوتيوب بس يعني ما عملتي ولا الشاشات كلها. بس العميان ما بيشوفوا. أنا بحبك كثير، أنا من أتباعك، فيني تصور معي. أنا بشوفك كل يوم على التلفزيون، أنا ما بدي هيك ناس. مني مع الموتى. في موتى كثير دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، أحلى كلمة قال المسيح. خلص لتكن مشيئتك واهتزت الأكوان. دمار شامل، اللهم عجل بالدمار الشامل، دمار الجهل. حكيت عن الدمار الشامل من ثلاث سنين بآخر مقابلة عملتيها، قلت 2020 فيها دمار خلص شامل. خلص شيلهم، شيلهم هالكلمات. عيش اللحظة، إذا بدك تعيش الماضي والمستقبل لحظة فيها يقظة. ما بدي الأسامي، وعلم آدم الأسماء. نحن ما قبل الأسماء، من قبل الجسد تجسد الإنسان وصار إنساناً من التراب إلى التراب. مشان هيك أيها الحق لم تترك لي صديق. أنا هيدي اللي جايبتهم معي كتاب بس ياسات من الكتب الصغيرة وأنا بعيش معهم. هيدا الكتاب يلي بيسموهم معاقين صغار تحت السنتين، هن اللي بيفهموا. قلت لها تيتا شو بدنا نسميه؟ قالت لي ليش انت هلا صرتي هيك؟ بس يخلق بجيب اسمه معه. عملت اول كتاب اسمه الرجل هز العالم. هلا ما سميته المراه او شيء، بدنا نسميه الانسان الجديد. في انسان جديد مريم نور؟ نيو مان. شو يعني الانسان الجديد؟ فسري لي. ما بدنا نفسر، انت بدك تفسر. حتى الناس تفهم شو عم نقول. ما بيفهموا اموات، ما بدي احكي مع حدا، شو قال ايها الحق؟ لم تترك لي صديق. هيدا كله حكي. انا ما بطلع، ما بفتح تلفزيون، في عندي بس ما بفتح. بقعد بقرا، بكتب، بحكي مع ناس مش من هالكون. بس عم تشوفي شو عم بيصير بالعالم؟ ما بدي العالم. في العالم اللي داخلك بجوا فيك انت، وفينا انطوى العالم الاكبر. وهي سرسره. فيك تنفصلي عن العالم الكبير؟ تطبيق السرسره وبحكي والا بروح. ما تسرسر. Be a gospel not a gossips. كل إنسان بيخلق بكل لحظة جديدة. طيب نحن قادرين ننفصل عن العالم؟ يعني قادرين نقعد بالبيت ونقرأ وما نتأثر بشو اللي عم بيصير؟ لا يا لازم روح. لا ليه بدك تروحي؟ عم بسألك. هيدا سؤالات سخيفة. السائل هو المسؤول والجواب بالسؤال وبالسائل. أنا ما بسأل هيك شيء. طيب خبرينا عن الكتاب، خبرينا عن الكتاب. ما فيكني خبرك عن نيو مان. انسان انت جديد بتقراه وبس. وين بلاقيه؟ انا عرفت انه بدي اروح. ليه بقى ما حكي؟ شو حكيت؟ لا شو سكوت، اذا بتسكت وبتطبق لي تمك وانا بحكي وبس. طيب احكي. طبق تمك. اوكي طبقته. ها بشكركم وكلكم عم تحكوا من خلالي. انا نحن جيت من امريكا، رحت على امريكا معي 15 دولار، حاكم العالم مضي لي الباسبور. رجعت لهون معي بالمليارات. رح سميه بس هيك القذافي، قال لهم هيدي امي، كبوا الكتاب الاخضر.
روح كتب مريم، عندي شي 400 كتاب بالعربي، حرقوهم أكتريتهم، بس ما انكم بحاجة لأي كتاب، انت كتاب الله. هالحروب اللي عم بتصير وهي الكورونا، الكورونا وما كورونا، هيدي كلها كذبة، بحط لك هيك بده الحرارة، بحط لك مرض أقوى من هيدا. بس العربي ما بيقرأ، اقرأ أيها العربي لنقرأ. كلمة اقرأ، اللغة العربية غنية كتير يا أخوتي، هلأ في كتير برا أجانب بيتعلموا عربي تا يحكوا. باسكن روبنز، ميتشو كوشي، جون روبنز سمى بنته هيك وابنه، كله أسامي عربية. ليش؟ لأنه في شيء موجود بلبنان منه موجود لا بمكة ولا بالمدينة، لبنان قلب الله، خصوصي بمنطقة جبال، جبال فوق ما لازم يكون فيه. أنا بسبعة ثمان أيام بشيل الكورونا وبشيل كل الأمراض، وإذا ما صدقتوني ما رح تصدقوا، بدكم تجربوا، جرب المجرب وإلا بتخرب، قطعوا لي راسي إذا بيضل في مرض. مريم نور، أنت اليوم جاي تحكي وحدك أو جايين نتحاور أنا وياك؟ نحن جبنا من 100 سنة كانت. أوكي رح أنا رح أسمعك مثل ما بدك، يلا مثل ما بدك، عم بسمعك. اللي بتعرف أكبر لص وبتعرف أكبر آدمة وبتعرف بيعرفوني على بعضهم، وعملنا عائلة. جيت على لبنان مليارات وزليارات، ما فيني إلكن، أمضي تشيكو بس. كلهم طلعوا كذبين وحرامية وسرقين، ضحية الجهل، الحق علي. لو ما عندي مصاري سرقتهم أنا السبب، سامحوني. بس هلأ كل هالأمراض بده يجي أكتر وكتير، عم نقتل الناس وعم نقتل الشجر، عم نقتل البشر، عم نقتلكم. بشكركم أنكم استقبلتوني، يعني أنا ما بطلع على التلفزيونات، بس هني بفوتوا بيجيبوا هيك مريم نور من 30 40 50 60 70 80 سنة، عمري 88، ما بتصدقوا شو الكتب اللي عند مريم. بالإنجليزي عندنا حرية أكتر. مرة أجا لعنا بوش، سلمت، قلت له أنت بتموت، أنت بكون معك هيك من الإيد، من سمائهم تعرفونهم. وهلأ هيك سلمت علي، قلت له عندك صبي؟ قلت له هيدا مش ابنك. تعجب مريم نور، سمعتك كتير منيح، بس اسمحيلي أسألك أسئلة الناس، خليني يعني اسمعي مني أسئلة الناس، شو بقى تعرف عن مريم نور؟ بدي جاوب عليك سؤالات لحن كلهم هون، بس يخلص هالكتاب بيكون بإيده لرضا. وقالوا لي ما تعطيه للعرب، ما تعطيه هيك للعرب. والكتاب الثاني ما فيني قلكن مع مين، عندي إنسان بالعالم العربي هو ابني وخيي وهيك وهيك وهيك، وعندي شوية حب زيادة، سامحني لحسن نصر الله. كان عمره 5 سنين أو 4 سنين، بي علمه يلعب فوتبول، البطة يلبطة من وين أنت أرمني وهيك وهيك وهيك، سني وشيعي مسلم. قال لهم بس يكبر بتعرفوا مين هو، وصيروا تفهموا أنتو. شفت، قال له وصله 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 لك سما زرقاء، وهيدا البحر أزرق، وهيدي المي حلوة، وهيدي مالحة، قد ما تشتي رح تضل مالحة. وأنا بذكرني بي، يعني قال لي الأرمن كلها لكم، تعالوا لهون رجعوا. مشان هيك هلا الأرمن يلي برا رجعوا، وراح يحكيك شخصيا رئيس جمهورية أمريكا، حمول باسبور سوري. من هون لليمن إذا اشتدت عليكم المحن، عليكم بالشام وباليمن، ما بقبلنا اليمن، ردنا المتن. هيدا متن هون؟ طبعا هيدا المتن. وكل العالم ما فينا نطول عالم الأكبر. أنا بس هلأ بدي أطلب خدمة منكم كلكم، ما بقى فيني أكون وحدة، بنعمل جماعة أنتوا أنا، إيد وحدة، إيد بإيد. هالجماعة آكل شارب نايم كلها تنشيل كل الأمراض، الكورونا مورونا هاي كلها كذبة. أنا معك، كلها جهل. شو لازم نعمل؟ قولي لي. ما تقلي شو لازم نعمل، هي سؤال. عندي كتاب اسمه شبعنا خرا من قدام ومن ورا، مرقة. ما رأيت. خلاص ما تقلي شو بقى نعمل، هي سؤال سخيف. نجتمع وين؟ خلاص بنقعد مع بعضنا، تقعد بتقرأ كتاب من أول كلمة، كلنا خدام. ليش هالحرب؟ ليش الدمار؟ أنا أنا نحن نحن. بتطلع بعيونك أنت خيي، أنت أنا. شفت اللبنانية عم يتخانقوا على كيس حليب بالسوبر ماركتات؟ شفت وين وصلنا؟
لبنانية عم يتخانقوا على الأكل بدهم ياكلوا مش قادرين. خلص ما بحكي هيك، هيدي السرسرة. في فرق بين سرسرة وغوسبس. ما تسرسر. هيدا شفت ايش عملوا؟ شفت ايش عملوا؟ أنا السبب، عندي كتاب أنا السبب وسامحوني وأنا الحق. مزبوط. شفت كيف؟ فإذا عم بتضيع وقتك، شفت كيف بنسيروا مع بعض هون بيشربوا دبسي وقت اللي إجت البيبسي، نحن عملنا دبسي من الدبس وشلنا السكر، شهر أيلول بي يشيل السلم وأمي تضل على السطح يعملوا مونه ميمونه. فإذا هلا ما بقى في أكل، ما في مي، ما في ما في ما في ما في في إنت وفينا انطوى العالم الأكبر. حسن نصر الله قالنا روحوا روحوا زرعوا، اعملوا مونتكم، جيبوا أكلكم. معه أنت بهذه النظرية؟ هو بي علمه وإجوا الأرمن علمون المجازر وصار الحي الحمودية شو حمود وبرج حمود وسوق مدري شو كلهم سوا إيد بإيد إيد وحدة. انتبهوا، أي كتاب لمريم، الثورة، سر الأسرار، عن أي ثورة حكيته؟ نعم؟ مهم نعرف عن أي ثورة حكيته؟ عن أي سودة؟ ثورة، الثورة يلي داخلية جوهرة. أنا فت على مدارس كتير مهمة بأمريكا، يبقى معي رئيس أمريكا وهديك وهديك وهديك، يقولوا لي معك حق معك حق، نحن لحقيني كليك. كنا اثنين مشهورين بأمريكا، واحد اسمه ميتشو كوشي جاب الشهادات وعطاهم لبيو، ومريم الشهادات كلها كبيتها وبطبخ، اثنيناتنا بنطبخ، مين ما بيجي أنا اليوم بطبخ، ثاني يوم انت ميتشو كوشي بيطبخ وأنا بنظف. وبعدين في شيء بنعمله صار يقولوا معه حق معه حق معه حق، كل صحن بضل فيه أكل أنا بدي أكله وبدي لحوس، ما حدا لسانه أحمر من لساني. فعلا. وكتبت كتاب أحمر من مريم ما فيه. كتبت كتاب أحمر من مريم ما فيه؟ إيه كتبت كتاب مريم الحمارة ومريم هيك ومريم هيك ومريم الشرقوطة. كتبت الشر نقطة موضة طولة، الشر موضة. أخذوا مين؟ ليك رح أقول لك عن هالسعلة، رح أقولها لأنه كاتم عن الحق شيطان أخرس. سعلت أنا زدتوا كورونا وزدتوا أدوية وزدتوا هيك، أنا ما بسعول لأنه عندي كتاب اسمه النوايا ببعت لك إيه وبتعطيه علناً مش تحت الطاولة لأصحابك. أكيد. ويلي بيتاجر فيه موت الفجأة بيقوم تاني يوم هيك عم بيموتوا. في كتير ناس غشوك، في كتير ناس عطيتيهم وتاجروا فيك، بتاجروا باسمك، بتاجروا بأكلك، موت الفجأة بتاجر... موت الفجأة. هلأ دمار شامل بده يجي إن شاء الله قريباً وفينا نطول عليه، بس بده يجي دمار الجهل، بدنا النور. نورت نورت اللي عم توعد الناس فيه انه جاي الدمار اكثر من مرفق بيروت والانفجار الكبير اللي صار اكبر. ايه ما في نسبه. اوف. قال المسيح، ما بنصدق النبي، ما بنصدق المسيح، ما بنصدق العلم. طبعا سياتي، بس هيدا بده يخلصنا. انتوا انا وكلنا طعوا لي راسي اذا بسبعة ثمان ايام ما راحت الامراض. قلت كبوا كبوا الفيروسات، كبوا الكورونا، كبونا، مين هن اللي كبولنا؟ نحن نوينا. نحن السبب. بيي كان طبيب اسنان، يطلع هيك ما يلاقي امي يقول له ما تحط دواء، حط هيك كبش قرنفل هون. وخالي معروف عالميا شحيدي فشفش بدوما، طبيب جسدي، بس نشوفك من صح يا شحيدي، ما تدوقوا اللحمة، ما تقتلوا، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد. بس صاروا كلهم لا لا صاروا نعم 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 نعم. ما كان حدا يضيع بالضيعة، ما حدا يجوع، كلنا نساعد بعضنا. ابنك فرم سنينه 50 يوم منجيب أكل لكل الضيعة. بعد انفجار 4 آب انتشر هيدا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. احضري معي تنرجع نحكي عن انفجار 4 آب. شفنا مريم نور بشوارع بيروت، كانت كل الناس بهالوقت عم تسأل وين مريم نور، بدهم يتطمنوا عنا. بيتك بالأشرفية تضرر، بيتك تكسر، ما صار شيء، ما حسيت. قمت تمشيت، مريم رجعي على البيت، ما شفت بانفجار. شو يعني انفجار؟ ما مرة طلعت على التلفزيون النيو تي في، يلي مسؤول عن التلفزيون قال له جيبوها، قال لي عملتي دعاية. قلت له شو يعني دعاية؟ شافني بهلة، أمريكا كلها إلي، الرؤساء كلهم إلي. أنا دفنت أكثر من رئيس جمهورية منهم، ليس ساركيس
وشهاب وحلو وشر الحلو وشي هيك بدون القرآن بدون إنجيل بدون كلمة. كيف؟ صمت العارفين. عم بيقولوا لي هلا أنت وجاي على الطريق عم تشوفي صور الوزراء والنواب ما عجبك المنظر. هيدي كلها دعايات ودعاية دعارة. شو عامل عاطي تحطوا لك صورتك تنشهر يعني شهرة وبهرة؟ برا بيحطوا صورة بوش؟ ما بيحطوا. هون لبنانية أتباع لسياسيين. خلص لأنه احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي، لو ما إنه حرامي منين جيبهم؟ أنا اللي بفوت على البيت عندي بيسجد دغري بيعرف إنه مين عملهم هو يا مريم؟ يلي بيفهموا. أعمى وبيشوفوا عرجان وهيك وهيك وهيك، هون بدنا نعيش معهم ونرجع نحمل جماعة. جماعة يعني كوميون. لا حدا بيعيش ولا حدا بيموت ولا موت الموت. احترامي للحرامي، بكفي إنك تكون قال واحد ما عنده صرمية رودولف ما عنده صرمية، أنا ما عندي صرمية، طلع لبرا لقى واحد ما عنده أجران. شكر ربه سامحني. عملوا معرفة قربوا لي شوي مريم نور، بدي احكي انا وياها على بشكل اقرب. هلا في شيء عم بهزنا. ايه عم قرب لعندي حتى اشوف الاورا. عبر ال بي سي اي صوت بيروت انترناشونال وطبعا عبر صوت الغد استراليا، مثل ما شايفين اليوم حلقه غير كل الحلقات. يعني بعتقد انه مريم نور بعد غياب 3 سنين عنكم اليوم جايه حتى تحكي لكم مثل ما هي شايفه الوضع، مثل ما هي عم بتفكر، مثل ما هي عم بتشوف. هيدا الوضع وجع، منشيل الوجع. البسي البس نبره. خلص كلنا احنا بنقول قدم اجر او شيء هيك، بس اليوم قول اجره. من هيدي ولرودولف يلي بتمشي على الأربعة وحط أجرة على ظهرها؟ مريم اليوم تاكسي وأجرتها على ظهرها 100% تاكسي. اليوم حتى التاكسي موجوع، حتى الناس موجوعة، العالم كله بينشيل، كله بينشيل لبقى تصرصير. خلص إذا عرفت السبب زال العجب. بس هل هيدا بده يكون رئيس الجمهورية؟ شو اسمه رئيس جمهوريتنا؟ ميشيل عون. ميشيل عون، أنا من حارة حريك وبيك وجدك حدي قديسين لحامين شو ما بدك يشتغلوا الحارة الغبيري كلهم هيك. إذا معك مصاري بتحط، ما معك مصاري ما بتحط، بس إذا معك وما حطيت بشخير الموت بتدفع الكمان. كيف؟ برمت مطابخ رؤس العالم كلها، شو ردك على لبنان؟ ليه رجعت على لبنان؟ انا ما رجعت على لبنان، عم برجع على نفسي. ما برجع على لبنان، يعني اذا بقول لك مين عندي ومين بيخدمني وشو معي طيارات ومليارات وسيارات، قلت له انا راجعه على نفسي، من هون بدي اتعلم، بتعلم الالم من القلم والالم بالالام تليدين. بحب كون هون وبدي اطلبها منكم، ما بقى فيني اكون وحده، بدي اكون واحد شاطر. أنا ما بفهم بالإنترنت وبالكمبيوتر، ما رح تلاقي أحمر مني، إذا بتلاقي أحمر مني دخيلك دلني عليه. أجدب أحمر من هالمرة ما في، بس بفهم بالعلم يلي هو الإلهي. عم بيقول لي علاء مرعب إنه هو مستعد إنه يكون معك إنه هو بالإنترنت وبالكل شيء صوت. بيفهم بالإنترنت وبيفهم بهيك، بس ما بدي يكون سؤالات سخيفة وهيك دغري بكبهم. بدي جوسبلز الأربع إنجيل متى وهيك 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 من القرآن. والقرآن منين؟ نحن مسلمين بي أرمني وهيك طبعا. القرآن من صمت العارفين. صمت وصمد وصمادي الهند كلنا. أنا رحت عشت بالهند، حطوا جس مهم ما بيحكوا مثل هون. هلأ موجودين هون، سامع بالمنصورية طبعا. بدي أخذ أحبي مش حلوة طبعا أكيد يعني إيه؟ بيختك على المنصورية وما حدا بيقتله، عارفينه إنه رحوا بلبنان. هو بمنصورية بيرسم. ما في واحد مرة تلميذ بالمدرسة رودولف. أخت رودولف كل الحلقة رودولف رودولف رودولف. لشو نايم وليه هلا بالصف؟
قال له انا حسين. وقلت له شو نايم؟ قال له لقيته هو نعسان وانا نعست وهو هيك وانا جوعان. وقلت هلا مثلهم؟ قال له ايه انا مثلهم، بس انا برسم يعني معي ريشه ومعي بس مثلهم. قال له رسم حمار. قال له ما تتحرك علي. فعلا مريم نور لأنه اسمك غريب يعني. معمر القذافي كان الشخصية المؤثرة بحياة مريم نور. ايه صح؟ من أول خطوة. بس شافني ما حكي أبدا، قال لهم هاي أمي. اجته إشارة إشارة بإشارة هيك، كبوا كتاب الأخضر وأول كتاب لإلي كتبت سر الأسرار وبلشت اكتب واعطاني الحريه وهني بعد تعال هون انا اطلع هون هلا بالنوايا وبحب اطلع على التلفزيون. هلا عم بيقولوا لي على اكثر من تلفزيون عربي انه ما تروحي على امريكا خليكي هون بالام العربيه. قلت لهم اذا اشتدت علينا المحن علينا بالشام وباليمن وبالشام وبالمتن هالامراض هيك هاي كورونا وهيدي هندوبه هندبه وهيدي هيك وهيدي هيك وهيدي حمارة وهيدي. مريم نور قبل ما نعلق على موضوع كورونا خلينا نحضر من 9 سنين مريم نور شو قايلة. كل مرض مرض أكبر، يلا 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 يلا، هيدي سموها كورونا مورونا. سنة 1974 أنا جيت على الهرمل وكان في 11 إصابة وصحوا. كورونا؟ نعم، كانوا يسموها غير أسماء. وكان في 6 بالسعودية وصحوا. طيب شو هي القصة؟ منين عم ليه عم بيموتوا العالم؟ لأنه هيدي مؤامرة، كيف بدنا نشيله؟ كنا 300 مليون على أيام بودا، هلا 7 بليون. طيب عملوا هلا فاكسان للكورونا، رح تاخذ الفاكسان؟ شو هي؟ عملوا الإبرة يعني. إيه على كلمة فاكسينيشن. فاكسينيشن دخيلكم، أنا كتبت كتاب هيك اسمه التطعيم. قلت له وين بدك تطعمهم؟ هيدا هيدا الرؤساء كلهم طعمهم هون فيك. التطعيم من عندك يكون هيك، خلينا دغري حط له كورونا ومرونا خليه. قال لي بس اذا طعمناه يعني بيموت. قلت له خليه يموت بالتطعيم وخليه يموت بها وخليه. قريت كتاب فاكسينيشن لمريم بالانجليزي عندنا حريه اكثر. جو ان رح اقرا فاكسينيشن. بس انت رح تطعمي يعني رح تاخذي الطعم ضد كورونا؟ لك انا ما باكل شيء، ما بفوت على مطعم. اذا بفوت شرمط شرقطهم خلص، كله الاكل مرشوش وكل شيء مرشوش. ما باكل. ليك الجوع اللي بياكل، النعس اللي بينام، العطش اللي بيشرب، مش مثل ما بيقولوا هلا لا ابونا ولا خوري ولا كتاب ولا انجيل، ابدا كتاب الله المقروء والمنظور. طيب مريم، منظمه الصحه العالميه عم تنصح الناس انه يروحوا خذوا الفاكسينيشن. شو بدك فيها المنظمه الصحه؟ ما هن اكبر ش وكذابين وعكريت وهيك. مين كانت؟ انا من اليونايتد كينجدوم. شو يعني من من يونايتد كينجدوم؟ يعني ما فيهم لينا، ما فيهم ما فيهم ابدا. شو اسمك وليه؟ اسمي الكسندر، اسكندر الكبير. بس لانه كلمه الاسكندر الكبير سموه الكسندر. طيب شو بتهجي هلا؟ شو اسمك كمان؟ الكسندر. اليكس، كيف بتهجي الاليكس؟ الف لام كاف سين الكل. محظوظي دخلي، ما بدنا مدارس، كلها متايس هيدي. من 10 سنين حكيت عن كورونا وقلت في كائنات فضائيه عم بكبوا فيروس. يا ريت بيضلوا يكبوا كورونا، هيديك لا بقى تكبوها اسمها حراره ومراره. يعني حتى بس فتت من هون شفت الشباب حاطين كمامات، قلت لهم ليش حاطين هاي عن يحكي؟ لشو هيك؟ ما في هلا في مره قالت له لولد ليش دموعك قويه؟ ولد صغير قويه. قال لو أنا وصغير يضل بي يضربني وترجع أمي تحطني بحضنة قويه من حضنك هالدموع. قالت له يا ريت بيك شخاخ. لا لا لا، حلقة مريم نور مثل ما ولا مرة شايفينها مريم. رشوا هلا في وحدة مرة اسمها هولدا كلارك، أنا كنت معها وقت قتلوها. وفي شيء هون بلبنان على ايامك امبارح من كم شهر رجال بالدرك وهيك انفجار. شو هالرجال؟ شو هالشخصيه؟ شو هالجسد؟
تجي امه تبكي بس تشوف ابنها حطوا له صوره حلوه كثير. الا ليكي ابنك حي، نحن الاموات. هلا شيلوا هيدا الحي وحاطين واحد، روح شوفه حساسي. شو هو؟ لابس جلده، عمل هي تشا فرشاتشي تشا. خلص ما تروحوا لمطرح. كذب كذب ونفاق و... كلهم بدنا نرجع على الضيعه. بدنا فليح مكفي سلطان مخفي. رح شوف انا وياك ريبورتاج لميشيل حايك عم بيقول ليترا السنه انه رح تظهر الكائنات الفضائيه قريبا. خلينا نحضر ونرجع نعدق. الصحون الطائره وكل شيء بينتمي لها من اجسام غريبه رح نشوفهم هون بالمنطقه العربيه. علامات بتسرع انشغال اهل العلم بالكائنات والاجسام الفضائيه. حتى الناسا وعلمائها رح ينصابوا بالدهشة أمام الكشف عن سر كوني كبير. شفنا ميشيل عم بيقول إنه في كائنات فضائية بتيجي على البلد بنهاية العام، شو هو؟ إيه الموجودين أنا بحكي معهم. بتحكي معهم؟ إيه بحكي معهم وبشوفهم وهيك. قالوا يا أخوتي بتصدق المسيح؟ طبعاً. خلص قال المسيح. شو قال المسيح؟ شو قال؟ أنا معكم مش منكم. أهلا بقاتلي فزتوا ورب الكعبة. ابن الله الوحيد، نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. صحيح. وبعدين منين جاي أنتوا ليه؟ قال له أنا جاي من عند النبي محمد. قال له جاي من عند النبي محمد؟ أربع كلمات بشيلك من كل العوالم كلها. مضغ 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 32 ب 32. الحقيقة فينا. كائنات فضائية، شو بيقولوا لك؟ شو بتقولي لهم؟ شو بتحكوا؟ كيف وين بتحكوا؟ إيه بنحكي بصمت، أنا ماني شاطرة مثلهم للي بيكونوا معي، بس بسمعهم بقلبي، بسمعهم بقلبي. ومرة شو بدي خبرك يعني، بعد في شيء ما تركتوني أحكي فاضي. هون وبلبنان وبكل بلد عربي بدي فوت على الحمام مطار يعني. هون عم بينظفوا الحمام، هون عم بينظفوا الحمام، يا الله هون عم بينظفوا الحمى. شلحت شنتيني وشخيت بالمطار. زقفوا كلهم، زقفوا كلهم. معك حق معك حق معك حق. زقفوا معها لمريم نور، معك حق. قالوا لي كلهم هيك قصد بيعملوها بالمطارات وهون وهون لحتى تنحشر تنحشر وتمرض وتفوت تاخذ ادويه. ساعدوا الادويه، ما تاخذوا ولا دواء. غذائكم دواءكم ودواءكم غذائكم. خلاص أنا ما بعرف الدواء من عمري 6 سنين. واضح من صحتك يعني. إيه لأنه أنا كنت عم موت عمري 6 سنين عند عمتي. رح ردك شوي للكائنات الفضائية، هل هن عدائيين أو هن مناح يعني سلميين؟ في هيك وهيك، ايه. جيفة وخليفة. أوكي. جيفة وخليفة، في هيك وهيك، وهلا عم بيزيدوا الشر بس ما بيقدروا يزيدوا بلبنان بيزيدوا. لأن مين بيجي على لبنان؟ إجت ساريتا. من البرازيل اجت ساريتا على الضيعه عندنا، صاروا كلهم يطلعوا عدوما لانه في ساريتا. مين ساريتا؟ سموها ساريتا، بدي اجي لعند ساريتا. بس في مطارح ابدا ما فيك تفوت، حطوا هولدا كلارك، انا كنت معها، جس مهين ما بتموت ابدا، هولي اولاد الله احياء عند ربهم يرزقون. وفي ناس كثير بس اقرا ايها العربي، ما بيقرا العربي. قال له يا ابونا قاري قدك بس ما عم بفهم شيء. خلص يعني. طيب مريم اعظم ضيفه بالعالم. من مدي بده يجي لعندي هيدا تبع تركيا اردوغان. اردوغان؟ ايه طبعا معه طيارته، معه هيك ومعه هيك ومعه هيك ومعه هيك. قلت له لا، قال لي بس استغفر غفران، انا قتلت الارمان وقتلت الاتراك وقتلت ناس هيك وسامحوني، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن هو اخطا. هو قال لك هيك اردوغان؟ قال لك انه عم نغفر لنا كما نحن نغفر لمن اخطا واساء الينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير امين. بقلبي يا اردوغان، بقلبي كل رئيس، بقلبي يا نبيه بري انت، انا عبيبك خادمه، كلكم 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 كلكم. ليه ما قلت له اردوغان يطلع على التلفزيون يعتذر من الارمن يقول انا بعتذر منكم؟ اعتذر 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 وعطى كل شيء بيملك. لمين؟ في واحد للفقراء. اوكي. وفي واحد بالكويت، هيدا خيي وابني وكل شيء وكل شيء، بيت الكويت كل شيء. وفي ناس حرقوا مصرياتهم كل الدولارات.
في رؤساء جمهورية عرب ولبنانية بنوع خاص. مريم ما عرفنا نعيش معك، عم نعرف الموت، موت الموت. ليش قلت أنا خادمة عبيت نبيه بري و... لأنهم مظلومين. مظلومين؟ بشو؟ بدهم مدينة الأبراج ومدينة البطون ومدينة الغابات تيتكرموا تهيك وتهيك. ما مرة في واحد على الجزيرة كانت وشيخ قلت له ما تجيب حدا معي، مدري شو عملت هيك. قلت له يعني انه بس هيك حطيت ايدي عليه، قال لي بدي روح اتوضا. قلت له هلا كبسة ايدي شلت لك هيدا، وقفت لك ايه على كبسة زر اختك امير بحذف الميم. اذا لمست ايد عملت هيك شو كان ولو يعني كلهم يعني. قال له في واحد لك كمان هيدا مهضوم كثير، قال له ليك بس لا تتريزال هيدي ما بتنطق هالمره. هلا انت كنا بالقبة من زمان، أنا عايين بيي كان الرجال يلبس عباية، شايف العبايات؟ بتعرف العباية؟ طبعاً. عليك طبعاً حلوة هالكلمة يلي بيقولها القوات، شايف ليه يلبس عباية والمرأة تلبس روب، روب يعني فستان. مين ما حكمنا من التليين للأمريكان للإنجليز لهيدي، كلهم حكموا الأمة العربية وحكموا لبنان لأنهم حلوين بيعرفوا كيف يشتغلوا هيديك الشغلة. قال له لك هلا صرت تلبس بنطلون ضيق انت، يعني شو بتعمل اذا كان وقف معك بتحطه على اليمين او على اليسار؟ قال له خليه يوقف بحطه على راسي. هاي بالاذن من هشام حداد هيدا لول على الاخر. طيب ما في واحد كمان قالوا له انه كولتون بيقوم، سيمون الاسمر كولتون بيقوم، ضحك ما بنسى ضحكتك يا سيمون بقلبي. قال له شو بيقوم؟ قال له بيقوم من حدك، هو بفكر بيقوم. طيب مريم في كثير نظريات طرحتيهم بالماضي عملوا جدل، مثل العلكه انه العلكه مصنوعه من كوندوم، بعدك عند رايك؟ ليك العلكه في واحد بالطياره قاعد عم توجعني دانتي اجيت عطيته علكه طيب ضغ يعني ما ضغ تحركها متحركه، هو طالع قال له بشكرك كثير بس قولي لي كيف بشيل العلكه من دانتي. مهضومين فعلا مهضومين. بعدك عند هيدا النظريه انه العلكه مصنوعه من كوندوم؟ مصنوعه من الشر. من الشر ليه؟ شو ما بدك تعملها. بس بيي سامع بالصنوبر اكيد اكيد بدوما، انا بيي ارمني دفنوا مدافن الارمن، امي من دوما بدهن بدوما يطعمينا لقش. هاي الكلمة اسمعوها كلكم دخيلكم اسكتوا بس. لقش بيحط ايده على الصنوبرة وبيشيل القشرة، فتح دمك فتح دمك، يحط لك شقفة من اللقشة بيتمك ما تمضغها وما تبلعها، تركها تطرى. أنا عملتها بولاد صغار قاموا مشيوا، أنا عندي هون بالبيت حدي سيارة خبصت جردون، قلت الله حرام هلا بياخذوا يعني خط الجردون، هلا بالك بالجردون أنت؟ خط الجردون قلت أنا بحطه بالماي بحطه تحت شجرة بحطه هيك شيء، قام الجردون ومشي صاروا يزقفوا قالوا لي ما تقدري رئيس الجمهورية إذا خلص خليه يموت هيك وهيك. مهضومين مهضومين الاولاد والطبيعه اللي عندنا. جيرانك بالاشرفيه بحبوكي؟ ايه بيعرفوا انه في شيء بهالمره بس انا ما بستقبل يعني، وبقول لهم بسلم عليهم معك هيك انت معك هيك هيدا مش ابنك هيدا 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 رو كتاب يور فيس نيفر لايز من سمائهم تعرفونهم، والاكل كله مضروب وهيك بس ما فيني زور حدا بدي احط كمامه، بيسألوني على الطريق وين الكمامة؟ بقول له أنتوا الكمامة حطيتك وضربت عليكم. بقول له ما فيك لا يا معها. طيب أنت عدائية بالحياة مريم، يعني إذا بيجي بيقرب حدا بيسلم عليك ليه بترفض تحكي معهم؟ بترفض تتصوري معهم؟ لأنه سخيفين. اسمحي لي مريم نور بدي حضرك هيدا الشيء بس حتى ثبت لك اللي أنا عم بقوله وجهة نظري، بس خلينا نحضر. أنا لن شر
ولاني كذاب. انت مش انا ليك ولاني حرامي صار له ولاني سراء. انا ادم ابن عيلة كريمة مثل افضالك يا ست مريم. دخيلكم جيبوا الدرك اشوي من شاء بدي يقتلني. انا بحبك. انا ما بدي حدا يحبني. انا بحبك 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 والله بحبك والله بحبك بحبك. ما بدي حدا يحبني يا كذاب يا منافي. وحياة الله ما بدي ضيع وقتي بهيك مع ناس. هيدي الطاقة منا لمريم. الأموال مال القوم. بتحس إنه هيدي نيجاتيف إنرجي عم بيعطيك إياها. إيه إيه إيه. ما بنحط ما بتستقبل نيجاتيف أبداً لأنه بدي روح عند ناس هيك وناس هيك وناس هيك وناس هيك. بس حكيتك من جمعة قلتي لي في ولد بين إيدي عم بيموت. رودولف مش فاضي يطلق سكر حل عني. إيه. شو صار بالولد طمنينا؟ راح أمريكا. صح؟ الحمد لله الحمد لله. لأنه أنا ما بدي يروحه. 70% من الأرمن فلوا. ضلوا هون. مريم بعدك فاتحة مركزك طبي بالبيتك ببيت السلام يعني بعد؟ لا 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 أبدا ما حدا. كلهم بدهم بس مصاري وسرقة وكذب ونفاق وما بدي إياهم. بس إذا حدا عنده أم وبي إيه هلا أونلاين. على الأونلاين بس كله عم تشوفه. إيه إيه إذا عنده أم وبي. إذا ما عنده أم وبي بس في منهم وحدة. إذا حدا ما عنده أم وبي عندها بنت ابن عندنا بالحي يعني قالت لي هيك هيك بدي يموت خلي يموت صغير عم تعمل ماني جير بدي جير. هول بيعملوا ماني جير بدي جير وهيك وهيك ما تخلوني يفوتوا على بيوتكم بحطوا سحر وشعوذة وضحية. كله كانت أمي يقصوا لنا ضفيرنا وشعراتنا بجنينة خلص. إيه إيه مع التراب حتى يروح مع التراب. إيه وكان بي يضربنا من ويل ليش عم تضربون لأنه أنا عم بكذبوا. هلا وقفت على الكذبة. جارنا أبونا خوري عنده شجرة توت والتوت جاي على بقى على جيران نحنا لعندكم وكل تيابنا توت ونقول لا بي ما أكلنا توت ونحنا التوت هون رزق الدرب للدرب حلو كتير. مريم بالأشرفية كنت عاملة مركز للأكل بتبيع أكل للناس أكل صحي كله كذب صار دغري دغري. أنا جبت الأكل وأنا كل شيء هلأ الدليلة ما بيبعت لي هيك طرفة عين بيجيب لي أكل عملتهم وعطيتهم مصاري وعطيتهم هيك وناس عطيتهم عفش البيت سرقوك صح؟ كذبين حرامية كلهم ضحية الجهل أنا بسميهم ضحية الجهل بدهم مصاري مشان هيك في موت الفجأة بينام بيقوم ميت. طيب مريم بعدك عايشة لحالك بالأشرفية؟ ايه هلا ما بقى بدنا نعمل مشان هيك انا جيت بدك تعملي جماعة؟ بدنا نعمل جماعة ومنا عايزين شيء لا مصاري ولا كتاب ولا شيء ابدا بدنا القلب المفتوح بس القلب عايزين بس بس ولا مصاري بدنا نعيش مثل ما عايشين ناس برا وانا ما فيني إلا يعني ما في يوم بيجيني 10 مليون 10 مليار 20 مليار وهيك هلا بيختلوك يا عم عم تقول 10 مليون 10 مليار not for the Arabs بيطلعوا لبرات العرب ما بيوصلوا لهم اوكي لانه برا في ناس هيك بتوصلهم على الكواكب والمجرات الثانيه وفينا انطوى العالم الاكبر مش يعني هيك بدون بالنوايا بالنوايا يعني انت المصاري بتعطيهم للكائنات ايه 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 الاكوان انا ببعتهم لبرا اللي بده يبعث لي بيعرفوا صاروا ما تبعتون لأمة العرب مريم منا بحال شو المشروع؟ المشروع هو الجماعة تعمل الجماعة اللي بيعملوها بنعمل Arab American Association حلو هلأ حلو. Arab Armenian Association ما بدي الأرمن تفل بدك الأرمن يبقوا خليكن هون شارع البدوين البدو لأنه بتاكل إذا الجوع جوعان بتنعس إذا النعس وبعدين بتقعد الكتاب خير جليس قلت لك بس يخلص اول نسخه بعده حلو. طيب مريم من هلا اللي عم بيسمعوك عم بقول انه شو عم تخرف شو عم تقول هودي اموات هودي اموات حرام صار لها 10 سنين عم تقول بنفس الموضوع بنفس المشروع ما عملته ليه ما عملته بعد هلا هودي اموات دعوا الاموات يدفنون بعضهم البعض على المسيح ما برد علي سكر دغري اوكي ما برد أوكي. طيب مريم حكينا عن اطلالاتك على الجديد كنت تطلع على شاشه الجديد مع تحسين خياط ليه بطلتي ليه وقفتي ما وقفت ليه شو كل يوم بطلع الساعه 7 7 الصبح بس هيدول حلقات قديمه ما انا قديمه ما كل نفس قديم كل نفس جديد حديث كل نفس جديد ما في نفس مثل الثاني بس انا قديمه صرت بعرفها كان عم بشتري صرمية قديمه يعني كل لحظة جديدة فيها يقظة مشان هيك قلت له ما بدي اطلع قال له تحسين انا مخلص هي المخلصات
حول العالم تلفزيوناتها. مريم شوفي لها هيدي الصورة عملها معروف. هي صورة قولي لي هاي بتعرفيها هيدي من عندي؟ ايه مين هاي؟ هيدي مريم. ما بقدر اقول لك واحد تجوزني قلت له هيدا هو الاسلام، قال لي ايه. انت زوجتك نفسي فهل قبلت؟ انت امي. وفي واحد معنا يا هشام بعدك هون بلبنان بدي اشوفك، خطب وما دقرا يعني وما هيك وما هيك وانفصلوا، بيروح بزور اهله. قال لي هاو اهلي. قلت له ليش؟ قال لي بالاسلام انت تجوزت اما وبيا، لو ما هي ما خلقوا اما وبيا، صاروا امك وبيك. وانا تجوزت مدري كم رجال وكم مره وكم شجره وكم هيدا الزواج. طيب. مش هاللي بنعرفه بنحط المحبس هون وبعدين بنحطهن هون خلاص. من اول يوم بتحطه هون بعدين بتحطه هون، ما بتعرفها هي اعمل هيك ها وها كلكم طبقوها منيح ايديكم هيك هيك شو هي؟ هلا هيدا بيفتح هيك هي ما بيفتح مزبوط ظبطها ما بيزبط ما بيفتح ما بيفتح هلا هيدا بيفتح صح هيدا بيفتح صح وهيدا خوت حطيت حط المحبس هون شيلوا هون يا الله انا وحده مش معقول مريم مريم الصغيره هاي مريم الصغيره ما بعرف قديش كان عمري كنت بالعشرينات وكنت تعرفت على موسى الصدر شو بتفرق هيدي المريم عن مريم اللي قبال اليوم؟ هيدي كانت عم بتفتش بس هلا لقيت لقيت لاني لقيت ايها الحق لم تترك لي صديق يا روحي انت انا وحده بس هلا ما بدي ضل وحده يا رورو يا رورو ايه اوكي مريم انت مقرره تبقى وحدك دايما لا ما بحب ابن وحدي هلا تنحكوني ولاد خيي وهيك من امريكا كم باك هير كل شيء عندنا اكبر شركات عندهم وهيك قلت لهم اي ويل تراي اي ويل تراي انه فل او اي ويل تراي انه ابقى عايش هون لا فل بس قلت لهم رايح اجرب هاي اخر مره ماي لاست تشويس انه نعمل هون كوميو ممكن تكوني مع جو بايدن رئيس جمهوريه امريكا اذا رحتي ممكن مش ماني معه بيحكيني مثل ما عم بحكيك بتحكوا دايما كلهم بيعرفوا وقت اللي بامريكا بكون يعني كلنا محطات عملوا مسيره وحملوا صوره مريم هيدي هي وقالوا هلا وبالاردن بالكويت وين ما كان مريم حياتك الطبع حياتك الشخصيه عشتيها مثلك مثل كل الناس لا 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 ابدا ما حدا مثل حدا هالاصبع مش مثل هالاصبع ما حدا لا حدا وما حدا مثل حدا ابدا يعني شي مره انغرمتي شي مره حبيتي شي مره ابدا ولا أبداً. حدا ولا رجال ولا مره ولا شيء ابدا ما عندي ابدا كوزميك اورجازم اللي عنده الله ما بقى بده عبد الله من انا وصغيره عندي الله يعني انت وصغير بتحب الله وبس وبس الله يلي هو خالق الاكوان كلها جوزتي مره مريم ما تاقلمتي بالزواج ما تاقلمتي بفكره الزواج ابدا ليه؟ ابدا خلفت بنتي يلي روزي ودغري شفت فليتي موسى الصدر كنت هيك عم فتش على هذا شفته وشفت غيره 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 كلهم وطرت مثل العصفور مين علم العصفور يطير يا روحي واعمل الطياره حكيت عن بنتك روزي بتسال عنك بتطلع عليك لا ابدا بس هي بقلبي هي جربت. من اهم الحكمه حتى اقول من اهم حكمه الجلد بلبنان لانها بتعطي ادويه كثير قالوا لي ولادها مرضى وهيك 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 وجوزها عمليات تجميل صح صار في ناس كثير عم بيعملوا عمليات تجميل كنا نطلع مصاري اكثر وهيك يعني ضحيه الجهل ما مره البطرك كان عم بيحكي اي واحد الراعي الراعي بطرك عم بيحكي وقال عندنا مره مش بس بلبنان بالعالم كله مشهوره ومنيحه كثير اسمها مريم نور اللي عم تعمله ما حدا عم بيعمله بنط قعقع سميج قعقع وبيقول له لحية بنتها هون هيدي بنتها بكيت عرفت انه العالم كله عم بيحكي عن هالمره عم بيحكي عنا كلنا
كلنا عائلة وحدة. كيف المسبحة فيها خير؟ بكيت يعني ما كنت عارفة قيمة مريم نور وصارت عارفة. إيه إنه تأثرت هالناس كلها بالعالم كلها بيعرفها، شفت كيف؟ بس كلكن بقلبي، بس بالفكر راح. الفكر الكافر الماكر الماهر هو الفكر، بصير يعملنا هيك ويعملنا هيك ويشيلنا هيك. بتلاقي هذا فاتح مطعم وحده ببيع بنزين ومازوت هيك هيك. بدنا نموت، خلينا نموت، كل الناس عم بتموت، رايحين موت. مريم، طالما حكينا عن بنتك، ما بتشتاقي لها؟ ما بتدقي لها؟ ما بتقولي لها انه جربت فيك؟ جربت. ما مشي الحال. ما مشي الحال؟ لا، تركيا براحتها، راحت ناس هيك. شو بتقولي لها اليوم؟ اليوم عم تحضرك، شو بتقولي لها؟ هي بقلبي. بس ما بقى انا اروح دفش الناس، منا بنتي، هي بنت الدنيا والاخره. بنت الله، بنت الروحانيات. ما في عدو، ما في عدو. مريم، الله يطول بعمرك، انت عمرك 88 سنه، اذا الله اخذ امانته بتحس انه بنتك رح تزعل تقول انا كان لازم اتعرف على فكر مريم؟ لا لا، ما بتزعل، بتفهم. بتفهم الموت بيشيل الموت. موت الموت بيشيل الموت. مشان هيك ما بقى نقول اسرائيل واسرائيل وامريكا وهيك. غير نفسك بتغير العالم. هيدي اللي حطوها من يومين ثلاثه مدري وين، القاتل والمقتول. يا روح قلبي، قلت لها دغري، قلت لهم بعثوا لها صدقة. قاتل ومقتول، راحت أم المقتول لعند أم القاتل، قالت لها ابنك ابني، حطي إيدك بإيدي، إيد وحدة. في أولي هاي بلبنان، يعني هاي بلبنان. يا روحي يا روحي يا روحي، أهلا وسهلا. بدي ارجع اقول اهلا وسهلا فيك يا مريم نور. انا اليوم كثير مبسوط بالحلقه اللي عملناها واللي عم نعملها، لانه قليل ما نشوف مريم نور مكمله حلقه، او قليل ما نشوف مريم نور قاعده ومرتاحه هالقد وعم تحكي بهيدي الطلاقه وعم تحكي بهالهضامه. يخزن العين عنك. لكل اللي عم يحضرونا عبر ال بي سي اي، صوت بيروت انترناشونال وصوت الغد استراليا، مريم نور معكم على الهواء للمره الاولى، بتكمل حلقه ال بي سي. هو راح يطلع على البرنامج طبعا، بيير الظاهر. ما هيك بيير الظاهر؟ بيير الظاهر حدا حبك مثل جاري تحبيه. انه انا كلهم ساعدتهم وقت جيت من امريكا وقلت لهم بنعمل على التلفزيون هيك، بنعمل هيدي هيك. تكرمي تكرمي، اكيد اكيد اكيد، بس ما حدا، كلهم بدهم الدولار. طيب مريم نور، بدي انا وياك هيك اقترح عليك، هيك اطرح عليك كذا موضوع بدي اعرف رايك فيه، اوكي؟ مواضيع عامه يعني، مع او ضد مريم نور، اوكي؟ اول موضوع رح بلش فيه، مع او ضد انه بعد موت الانسان ما في حياه تانية، تختفي الروح وبتحلق بالفضاء؟ كبها هالكلمه خلاص. ضد. الحياه هي ما بتموت، وقت اللي الله خلفك وحط نطفه فيك ما بيموت. بس لانه ما بنقرا، بعدنا عم نعيد هالشرقطه شرمانت، ماشي ابدا. مشان هيك ايها الحق لم تترك لي صديق، بنعمل جماعه، نحن بنطلع على شي 10 بلبنان وخلص، واعتصموا بحبل الله. مع او ضد الاديان شريعه لتنظيم حياه الانسان وما لها علاقه بوجود الله؟ يعني الله واحد معروف، بس الاديان عملت حتى انه لا تقتل لا تسرق لا كذا لك، بس كرمال هيك. هيدي مسرحيه. مسرحيه؟ ايه مسرحيه عملها الخوري لابونا ضحيه. أنا ابني خوري، أنا ابني هيك وأنا ابني هيك وأنا ابني هيك، وأنت ابنك حرامي، هذا اللي بعيشنا، وأنا ابني هيك وأنا بنتي شرقوطة. صارت شرقوطة كيف بتعيش؟ خلص ما بقى في علم وما في فهم، ما بقى بدهم الأمريكان ياخذوا أبدا عرب ولا لبنانية ولا شيء أبدا. طيب ثالثة، مع أو ضد نظرية التطور لداروين واللي بتقول الإنسان كان قرد، كان قرد وتطور صار انسان من النطفه، صار سعدين. سعدين، انسان، قران، سمعان، فرقان، الف نون، الخمس احرف. يعني ما هيدا هو، نحن تحولنا الى مدينه الحيوانات، واجا المسيح قال انا مع مدينه الحيوانات والحيوان. الكلب ما بيعض كلب، قال له شفت شي كلب عض كلب؟ قال له شو بعمل، بروح بعضه يعني لانه عضني؟ صوت رحت عض الكلب. لا، لا منخلق ولا منموت، هيدا سر ما حدا بيقدر يحكيه أبداً، سر بإله
اوكي. الرأي الخامسة الرابعة اخذتيه لعقلك. ثلاثة واحد اثنين ماشي لحسب العدد. هي ذاتها. مع او ضد منظمة الصحة العالمية متواطئة مع تجار المال والقوة ومنا مرجع صحي. بدها تعمل مصاري أكثر مشان هيك عملوا فاكسينيشن عملوا كلهم كلهم تجار. تجار. تجار فجار. لو عنده قنطار حجار تجار فجار. عم يهدوا البنايات والابراج والتشيتاف التشيتش اذا ما مبين هيك لازم يبين ها؟ كلهم لازم يبينوا ها. قال له قال له مرتي بدها تنتحر شو بدي اعمل؟ قال له خليها اعطيها فرد او بوصه تحت صدره طلع تحت اجره دلة تحت يا حبيبي انتو طلع تحت اجره ليك قتلتيني قتلت شو انت؟ مرة كنت مع الياس سركيس قالوا له برا في السفيرة تبع امريكا هون قال لهم انا مسؤول ما بدي اياها قلت له هاي سفيرة امريكا يعني صاروا كلهم يقولوا انه اعدي ناطرتك قلت له خليها تفوت فاتي كل نتفة ما بتعرف مريم يعني ولا شيء ابدا قلت لها you cannot f**k him we can f**k you go out شو حطة كلفة تعمل هيك تعمل هيك بدها تسحره السحر والحسد والشعوذة حقيقة يا رضوى حكيوا عنها بتأمن بالسحر وبالشعوذة بتأمن بالسحر ولو كيف بينفكوا بينفكوا بس تقرا كتاب كتب هيك وكتاب اللي اسمه النوايا انما الاعمال بالنيات النوايا هلا بتلاقي كلهم وقعوا الا مريم بيقولوا لي مريم عيونك ما بيرفوا كنت لابسه فستان اعطيته هلا تا يعملوا لي مثله بيعطوني بعد يومين له شيء 40 سنه 50 سنه ما بعرف بعده نظيف ودفياني فيه وهيك صرميه وحده صرميتين او شيء هيك بس بس لانه على البساطه البساطه وقت اللي بتكون معك الجوهره ما بدك الكندره خلصنا هي اهم هلا انت وجاي من انا من البيت لهون كل الكلمات صارت اجنبيه تشتشا تنتي في شاشا فرتي شاشا تنتي ديشا خلاص ما بقى حدا يحكي عربي كنت عم تقرا الالمات على الطريق صح؟ ايه ايه قال له شو هيدا خيلك انا ما بطلع من البيت وما بشوف هيك اشياء وكله الكلمات طيب رح كفي انا وياك مع او ضد انه الانسان صار عبد للانترنت مواقع التواصل الاجتماعي حولته لكائن مصطنع صار روبوتولوجيست كلهم روبوتس اسقام بيتطلعوا يلا خمس دقايق بكون يلا دقيقة معدودة يعني معدودة خلص كلهم هيك خلص تحول العالم بطل في عقل يفكر صار في تليفون صار جوجل تليفون. بيفكر عنه اعقل وتوكل باب العقل طيب سادسة مريم نور انت مع او ضد العالم خسر القذافي حافظ الأسد شيراك رفيق الحريري أوباما وغيرهم لا معهم ولا ضده خلص إيد بإيد لا تروح بعيد فوت لجوا مني مع الجسد إيه بس أنت يعني أنا قصدي إنه العالم فعلا خسر هول الأسماء خسر معمر القذافي وحافظ الأسد ورفيق الحريري وشيراك كلهم يا حبيبي على رفيق الحريري نحن اليوم بلبنان بحاجة لرفيق الحريري الجديد صح؟ حتى يرجع يقوم بحاجة لإنسان كون انت اذا ما طلع لا كون انت بي يور سيلف انا ما بقى لي امل باي حاكم باي محكوم باي شيء ابدا مريم هلا انا وعم بصور معك اعلنوا اصابه رئيس سوريا بشار الاسد بالكورونا هو ومدامته ما تصدق هو اعلن هو الرئيس اعلن تيكون مثل غيره هو اعلنها تيصبح انه مش بس انت وانا كمان مثل من زمان كان في سعله كان يشخوا تحتهم كله نسعلي هلا اتني راح تسلوا هيدا ما بيتسمى وقت اللي اجى السرطان والايدز كورونا مورونا انا بس يشوفوني على الطريق معك حق شو قال كميل شمعون بتتذكر وانت مش عيامك مش عيام قال له بده يجي وقت ما في اطفال ما في اولاد ما في انسان بلبنان وما في مسيحيه وما حدا بيعترض الا مريم يعني هيدي اذا بدك
بدهم يبيدوا المسيحية، يشيلوا المسيحية من ايه، لأنه المسيحي والسوري بناء خاص سوريا الكبرى بسموه بندوق. سمعها هالكلمة؟ بندوق ايه. يا الله شو بندوق، أنا بندوق. بندوق يعني زكي كثير، وأنا بندوق أو أنت بندوق. ما فيني إقول لك يا الله دخيلكم جيبوا بندوق وحاطين له شوكولا. هلا اعمل كذبة بيضة، قل لهم للأولاد إن هاي شوكولا، هي منا شوكولا. هني بيقولوا لي شوكولا، ما بقول لهم لا، شو ما حكيوا بياخذ كلمتهم. مزبوط، من قلبهم عم بيحكوا. فيتين، زبيب، دبس، اشياء كثيره بنعملهم. من 100 سنه ما كانت هالامراض ابدا، وما كان بدنا نروح نشتري ثياب ونشتري فساتين وجوهرات، وكلها مجوهرات عياره يعني، كلها اي قربولي مريم نقول لعندي، قربولي اياها. راحت معه على كلمه. يا الله مهضومين دخيله. ست قريبة كثير مريم، قريبة كثير هلا. قريب هلا بنحكي بالقلب. قريبة إيه؟ قريبة إيه؟ قريبة علي يعني صرتي. ايه مريم، بهيدي البارت بدي اعرض عليك ثلاثة بوكسز. ثلاث بوكسز. قول. قول. يلا ثلاثة، رح افتح أول واحد، أوكي رح افتح الثاني. خلص احكيها دغري، ما تعملوا هيك. يا مش لا مش هفتح شيء بإيدي، لا لا هون على الشاشة. على رقم اثنين بدي منك أعرف شخصية رفضت تكوني معها، أو رفضت تشتغلي لها، أو رفضت تطبخي لها، أو رفضت 99% كبيته. من السياسيين؟ من السياسيين والملوك والأمراء. كلهم كلهم كلهم، أنا اللي بقلبي قليل كثير. طيب ليه؟ لأنهم بده يجي لعنا رئيس الجمهورية يشوفك، بده يجي لعنا هيك، وبتضلي عنا بتطبخي لنا ونحن بندفع لك. ما قدروا يفهموا القلب. بدنا نشيل الغضب. مين في بقلب مريم نور؟ اي رئيس قولي لي بدي هيدا اوباما، قولي له قذافي نمبر 1. قذافي نمبر 1. واحد اسمه حنا فيك شو بسميه، من الكويت. زعيم امير شو هو؟ ادمي. ادمي محامي مهم كثير. اوكي نايف. صدام حسين بلا كمان يعني كل الناس اللي اتهموا انه هن اقطاعيين او هن. حتى بشير الجميل. حتى بشير الجميل بتحبيه؟ بشير الجميل كيف بده يعمل شيء منيح؟ خدها من يدي سعاده. ما انت ليه قتلوا بشير الجميل؟ لانه كان بده يعمل بلبنان بوحده هالقد يعني. بشير الجميل كان بده يعمل اللي ما حدا قادر يعمله. انا قلت له لجبران هيدا تبع جريده النهار بدك تموت قتل، وقنت وقنت وقنت. مريم اللي عم تقولي له هيك؟ ايه انت عارفه هيك؟ قلت له ايه. وقلت له لبشير، قلت له لا، قلت له كيف شفتيها؟ يور فيس نيفر لايز. بيجيني وهم، بيجينا احلام، بيجينا هيك. قلتي له على التليفون جبران بسير حكاكه، شو قلتي له؟ شو شايفه؟ ذكرني جبران بسير مين؟ رئيس التيار الوطني الحر. صهره للرئيس الجمهوريه. ايه قلت لي كان عم بيحكينا هلا جبران بسير، شو قال لك؟ شو بتحكي انت وياه؟ نسيت انه لا تحكيني، رايحه شغل. ايه بس في ناس رفضت تشتغل. رفضت ما بدي. انا بكون حاطه طفل هون، اذا عنده ام وبي بيكونوا ام وبي. ايه قلت لي في طفل بحضني. إيه؟ عم بيموت. عم بيموت. طيب رح افتح بوكس ثاني، فرجوني شو في بالثاني بوكس. نمبر 1 شباب. علبه يعني. علبه. ما بتاكل لحي وما بتاكل دجاج، هول كلهم بتعطينا فيهم مواعظ مريم نور على الهواء ببرنامجها، ولكن شايفين قدامكم مريم نور بمطعم ببيت حلب كيف عم تاكل فوارغ. فيديو تمام بلاقي حط لك ما بتاكل لحمه ما بتاكل دجاج، وانت بتاكل لحمه بتاكل دجاج. هو هيك شايفنا. ايه شو بتقولي له؟ بقول له هيدا انت نظرتك للحمه ولا دجاج من عمري 10 سنين. وقفته من 10 سنين. حط لك هو فيديو بالمطعم عم تاكله. ايه في لحمه بس منا لحمه، اسمها سيتان. شو يعني؟ سيتان عفيك من كتر البرغل وهيك، بس معموله من الطحين مثل ما قال كمال جنبلاط. يا حبيبي انت الحي، العالم كله عم يحكي عنه اليوم، وابنه كمان قال. هيدي الطحين بتعجنها وبعدين بتغسلها، بيبقى شيء مثل العلكه فيها. منقلن للكل انه هيدي لحمه، وبنعملها هيك وبنحط لها لوز وبنحط لها هيك وبنحط لها هيك. اسمها سيتان بالمكرويوتيك. طلع على الهواء قال مريم نور غشتكم 10 سنين
كانت عم تكذب عليكم ما تاكلوا لحم ما تاكلوا دجاج هي بتاكل. بده ينشهر بده يسب مريم نور يلي بيسب الله بينشهر. عم بسبوا بالحقيقه كله الحقيقه سب الله. هلا عم تقولي مريم نور الله؟ لا ابدا بس الله قال مع الناس الفهمانين الكذبه ما بتضاين الا جوانح بتطير عند اصحابها. صح خلص ما شو ما سبوا الناس حبوا. طيب الام بتضرب ولادها وبتحطه بحضنها 100%. طيب مريم نور بتاكلي بس ما في لحمه ما في دجاج ما في سمك؟ مواد حيوانيه ما باكل. كل الحيوانات ما بتاكليهم؟ باكل سمك بس هو منه سمك. شو هو؟ سيطان كمان؟ ايه برغل وطحين يا الله يا الله بس شكلها بتلاقيها بيضة يعني وهيك مثل السمك. ايه مثل السمك يعني بتكذبي على حالك بتقولي انا عم باكل سمك؟ لا انا ما بكذب على حالي وما بكذب على اللي معي كلنا عايشينها هيدي اسمها كروبيوتيك. اخر سؤال رح اسالك يا مريم خلينا نشوفه على الشاشه. اعتراف اعتراف يا الله واعترف. رح احكي انا وياك عن الاعتراف بس قبل بدي اتشكرك على الحلقه تاخذ العقل. انا مصدوم صراحه لانه كله قالوا لي عدائيه مريم نور كله قالوا لي خمس دقائق وبتفل هيدا اولهم هيدا اولهم قال لي خمس دقائق وبتفل حضر حلقه ثانيه تكون بدي اقول لك شابوبا الناس كلها مشتاقت لك يا حبيبي شابوبا الناس كلها فعلا الناس كلها بتحبك وناطرتك باي شيء جديد بتعمليه واكيد انا منضم للحزب تبعك ان كان حزب منو حزبي هيدا شو شيل الحيل رجعوا عني يا خي رجعوا عني رجعوا عافيكم يعني اعطيتوني الحريه Thank you.